سوق الأجهزة الكهرومنزلية والذي خاضت الشركات الوطنية غمار تصنيعها محلياً لحمل واسم صنع في الجزائر، وبالرغم من تبعيتها لحاويات الاستيراد لجلب المواد الأولية للتصنيع، إلا أنها تمكنت من بلوغ نسبة إدماج تقدر ب80% من خلال الاعتماد على المواد المحلية للإنتاج وتوفير العملة الصعبة، وهو حال شركة إيريس. نسبة الإدماج هي تختلف من منتوج إلى آخر. اذا خذينا يعني بار اكزومبل لو كا تاع الغسالات ولا هذاك، الغسالات عندنا لحقت نسبه انتاج جد مرتفعه. لو كا تاع لا ماشين لافي اون بلاستيك اون اتا ان طو دانتيغراسيون كي ديباس لي 80%. بالنسبه للتلفاز بار اكزومبل لحقنا نسبه ادماج كي ديباس لي 50%. دونك نسبه الادماج هي تختلف من منتوج الى اخر، مي دون لونسومبل في المواد الكهرومنزلية نسبة الإنتاج الحمد لله لحقت مستوى جد عالي، كسوا بالنسبة لنا حنا إيريس ولا بالنسبة للعلامات الجزائرية واحدة أخرى. وباعتبار أن نسبة الإدماج التي تحدد حسب مدى اعتماد المواد الأولية المحلية في التصنيع تختلف من جهاز إلى آخر، فإن غياب بعضها وريادة الصين في إنتاج المستلزمات الرقمية وراء بلوغ بعض الشركات نسبا أقل من أخرى. على حساب البرودوي على كل حال، كما بين الشاشات حاجة والمكيف حاجة، لكن دائما رانا ندورو بين 35 و40%. La moyenne taux d'intégration est à 35% au niveau de quand on prend les trois tiers que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça va regrouper des produits où il y a un taux d'intégration à 10 à 15% pour les cuisinières jusqu'à pratiquement 80% pour les ventilateurs en passant à 55-60% pour les machines à laver. هذا وسيشهد سوق الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية تغييراً جذرياً مع فرض رخص الاستيراد لتشجيع المنتجات الوطنية وتطبيق شعار ما يعرف استهلك جزائري.